حقت لدرجة نحكي مع نفسي ونقول أنا فشلت في حياتي. مرحبا جمهور وضح، معكم محمد شرشال، مخرج وسيناريست جزائري. قضيت حوالي أكثر من 45 سنة في الميدان، نجحت أمي سيتويي دون البانوراما دي تياتر الجيريان والحمد لله، مي في مراحل من مرحلة حياتي جم تخوفي مارجيناليزي، غلقوا عليا في التياتر. هذا هو الديكتيك اللي خلاني نروح للتلفزيون، ومن بعد أبخي صعب ليت نخدم لدو. بابا الله يرحمه كان تاكسيير، فادني في زوج صوالح، ما انسبيري باش درت لي ديالوج تاع جمعي فاميلي، و بار لو طون سي مون بير كي مانسبيري اون دوزيام فوا، جيتي اوبليجي نسلف المهنه تاع بابا بوغ سيغمونتي هاد لا كريز اللي مريت بها. فوار فتين اتيديانت من برج كيفان ستين كوميديان، قلت لي مشي انت محمد شرشال المتغنسان، قلت لها انا هو سودا لا كومنسي ابلوغي، قلت لي جما طوندي با تفوار في هاد الوضع، قلت لي نحلم نخدم معاك، قلت لها شبو تدوني الفولون. اسمع كوميديان في جي بي اس وي والله جيتي شوكي كي سمعت باللي محمد شرشال مخرجنا وانه ولا يخدم ياسير، يعني هي مشي عيب، هذه مهنه شريفه، ان شاء الله نتمنى مخرجنا مخرج القادم محمد شرشال يتحط في مقامه. الاج دو 60 طون تلقى روحك في دون اون سيتياسيون دو 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 شومور، حقت لدرجة نحكي مع نفسي ونقول أنا فشلت في حياتي. يافي أن إيلون دو سوليداريتي سيرتو في فيسبوك انستغرام، سي بور لا بخوميييغ فوا وين فغيمون جيتي إيمو، والحمد لله الحمد لله سا دوني سويت. الإستجابة تاع السيدة الوزيرة دكتورة مولوجي قد ما نشكرها قليل، باسكو سا تخو دوغي، الاستجابة تاعها جات في وقتها. الآن راني نحلم من جديد، نحلم باش نخدم، نحلم باش ندير أعمال مسرحية كبيرة. تي أنا هذا سي مون ليو، نظن أني الشيء اللي مديته لتي أنا بالنسبة لي قليل، لكن لحد الآن مديت 4 جوائز للمسرح الوطني. أنا مؤمن إيمان قطعي باللي مكاني هنا.